كان عام 2008 قد شرف على نهايته حين اعتقلت السلطات الأمنية في القاهرة 22 متهماً ينتمون لميليشيا حزب الله. عرفت القضية آنذاك بخلية حزب الله، وكان زعيم المجموعة هو سامي شهاب عضو الاستخبارات بالحزب. آنذاك أثيرت تساؤلات عدة، كيف دخل سامي شهاب إلى مصر؟ من قام بدعم هذا النشاط الاستخباراتي على تخوم الصحراء المصرية؟ بعد اغتيال السادات ووصول حسني مبارك إلى سدة الحكم في مصر، لم يطرأ أي تغيير على علاقة النظام المصري بإيران، بل ازدادت حدة العداء حين أعلن حسني مبارك أنه لا يثق بإيران ولا بالشيعة. كان إلقاء القبض على خلية سامي شهاب ضربة قوية لحزب الله. فيما بعد كشفت التحقيقات أن ضابط الاستخبارات بحزب الله سامي شهاب كان يخضع لمراقبة مكثفة من أجهزة الأمن المصرية، حتى جرى إلقاء القبض عليه في 19 من نوفمبر عام 2008 ومعه عشرات الأشخاص من جنسيات مختلفة. اعترف شهاب أنه قام بمرافقة ضباط من مخابرات حزب الله إلى مناطق طابة ونويبع ودهب وشرم الشيخ في مصر، وسهل لهؤلاء الضباط إقامة علاقات مع البدو المقيمين في تلك المناطق لتمكين حزب الله من إنشاء مركز متقدم للقيادة ورصده. عاقبت كل من محمد قبلان وسالم عايد حمدان ومدحت السيد حسنين بالسجن المؤبد عما أسند إليه. في منتصف عام 2010 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في مصر أحكاما بالسجن على الأعضاء 26 في خلية حزب الله المتهمين بالتخطيط لاعتداءات في مصر لحساب حزب الله اللبناني الشيعي، لكن بدون ذهاب إلى حد عقوبة الإعدام التي طلبتها النيابة. كانت النيابة العامة المصرية قد وجهت إلى المتهمين وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسودانية إضافة إلى 18 مصريا، وجهت إليهم تهما تتعلق بالتخطيط لاغتيالات واعتداءات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس لحساب حزب الله. يوم الحكم خصت المحكمة قائد الخلية محمد يوسف منصور والمعروف باسم سامي شهاب بالسجن 15 عاما. في حكمها العلني أكدت المحكمة أن قصد حزب الله كان ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى. وتساءل القاضي في حكمه، هل تصنيع المتفجرات التي كان يقوم بها المتهمون كانت من أجل القضية الفلسطينية؟ وهل دعم القضية الفلسطينية يكون باستئجار عقارات مطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس واستهدافها؟ هل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عابد حمدان بمحافظة شمال سيناء؟ أزدل الحكم السيطرة على قضية شغلت الرأي العام في مصر وأثارت حربا إعلامية ضد الحكومة المصرية من جانب وميليشيا حزب الله وإيران من جانب آخر. لكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد. خرج حسن نصر الله واصفا الاتهامات بالباطلة ومطالبا السلطات المصرية بالإفراج عن سامي شهاب، بل اعترف نصر الله أنه هو من أمر بتشكيل خلية حزب الله في مصر. لم يكن سامي شهاب عنصرا عاديا في ميليشيا حزب الله، بل كان مسؤولا عن ملف مصر داخل الحزب. بين عشية وضحاها انقلب الحال في مصر رأسا على عقب
تحول الأمان إلى حالة من الرعب والهلع بعد انهيار المنظومة الأمنية بالكامل في مصر في أقل من 5 ساعات، فيما أطلق عليه جمعة الغضب. كانت السجون تشهد حالة عارمة من الفوضى. في تلك الأثناء كان سامي شهاب يفر من سجن وادي النطرون متجها عبر الحدود إلى السودان ومنها إلى لبنان، حيث ظهر بعد ساعات قليلة من هروبه إلى جوار زعيم الحزب حسن نصر الله الذي وصفه بالأسير المحرر. ولهم من مقاومتنا ومن حزب الله شكر خاص، لأن هذه الثورة هي السبب الحقيقي في تحرير الأخ الأسير محمد منصور الموجود في احتفالكم، والذي أرحب به أشد ترحيب. ظلت تفاصيل هروب محمد يوسف منصور والمعروف باسم سامي شهاب غامضة، وقيل إن السفارة السورية قدمت دعما لوجستيا لعناصر من حزب الله في مصر، ووفرت أوراقا ثبوتية لشهاب بزعم أنه مواطن سوري كي يتمكن من الهروب إلى السودان ومنها إلى سوريا ثم لبنان. ربما كانت قضية سامي شهاب هي الأشهر إعلاميا ضمن خلايا التجسس الإيرانية في الدول العربية، لكنها لم تكن الوحيدة. حين انتصرت الثورة الإيرانية عام 1979 عاد الخميني على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية ليستقبله أتباعه، معلنين بداية عهد جديد لإيران. خلال فترة وجيزة كان الخميني وأنصاره قد سيطروا على كل المؤسسات وحولوا مسار الثورة من ثورة شعبية قام بها الجميع إلى ثورة استولى عليها الملال ورجال الدين الشيعي وحدهم. في الذكرى الأولى لانتصار الثورة قال الخميني إن ثورته لن تقف عند حدود إيران، بل سيعمل وأنصاره على نشرها في بلدان العالمين العربي والإسلامي، وبخاصة العراق ودول الخليج العربي ولبنان. ورفع شعارا علنيا هو شعار تصدير الثورة إلى مختلف أنحاء العالم. لتحقيق هذه الغاية أمر الخميني بالتشكيل المنظمات الأمنية الداخلية والميليشيات الخارجية التي استدعاها في أوقات كثيرة للقيام بأعمال إرهابية في بعض البلدان العربية كالكويت والسعودية. خاض الخميني أيضا حربا ضروسا ضد الجار السني العراق، استمرت 8 سنوات دموية، وكانت المفارقة أن أطول الحروب التي شهدتها المنطقة لم تكن بين محتل أجنبي ودولة إسلامية، بل حربا شنها الخميني ضد جيرانه من المسلمين السنة. عكست الحرب الإيرانية طموح الخميني ورغبته في تصدير ثورته الشيعية ولو بالقوة لبسط مزيد من نفوذ ملال إيران في المنطقة. لكن مع تغير موازين القوى في المنطقة غير رجال الخميني تكتيكاتهم ولجأوا للتمدد داخل الدول السنية باستخدام أساليب تختلف عن المواجهات العسكرية المباشرة. كان من أبرز تلك الأساليب استخدام شبكات التجسس. تاريخيا اعتبرت الإمبراطورية الفارسية أن منطقة الخليج العربي هي امتداد طبيعي لحدودها، لكن بعد بزوغ فجر الإسلام وامتداد الفتوحات إلى بلاد فارس تبدد هذا الوهم لدى الفرس. وفي العصر الحديث وبعد نجاح ثورة الخميني عادت أطماع الماضي تراود ملال إيران من جديد. أبرز الدول الخليجية التي استهدفتها إيران كانت مملكة البحرين التي زعمت إيران مرارا أنها جزء من أراضيها.
كانت المملكة العربية السعودية أحد الدول التي تحركت بقوة من أجل الحفاظ على عروبة البحرين وربطها بمحيطها العربي عبر جسر ربط بين السعودية والبحرين، عارضته إيران بشدة. ومع دخول البحرين مجلس دول التعاون الخليجي، شعرت إيران أن محاولاتها لاحتلال المملكة الخليجية أحبطت، فلجأت لأسلوب مختلف من أجل بسط السيطرة عليها. دعمت إيران المعارضة الشيعية في البحرين، ومولت العشرات للقيام بأعمال إرهابية وتخريب من أجل زعزعة السلم الاجتماعي في المملكة. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد زرعت إيران العديد من شبكات التجسس ودعمتها بالأموال والسلاح لتنفيذ أعمال قتل وتخريب في المملكة الخليجية. ومنذ العام 2011 دأبت السلطات الأمنية البحرينية على القبض على عناصر منتمين لشبكات تجسس إيرانية دعمتهم أجهزة الأمن الإيرانية للقيام بأعمال تخريب وإرهاب في المملكة. اتهمت النيابة البحرينية الكثير من المتورطين في أحداث العنف بتلقي التمويل والدعم من إيران وتلقي تدريبات من الحرس الثوري والبسيج على استخدام الأسلحة والمواد المتفجرة. وعرض الناطقان باسم الداخلية البحرينية في مؤتمرات صحفية عدة دلائل تورط المتهمين وعمالتهم لإيران. وإن ما يحدث في الداخل له ارتباطات خارجية حسب الإفادات والأدلة المادية المتوفرة لدينا، وقد سبق أن أعلننا عن ذلك وأشرنا إلى أن التدريبات في الخارج حسب الاعترافات المدونة تمت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وما صاحب ذلك من بيانات رسمية ومساندة تحريضية. أعمال العنف التي نفذها عناصر تابعة لإيران في البحرين أشارت إلى أن ما يجري في البحرين هو بالأساس عمل استخباراتي هدفه احتلال البحرين من الداخل بواسطة شبكة واسعة من العملاء والجواسيس والعناصر المسلحة المدربة والمدعومة من قبل إيران. وقد احتجت الحكومة البحرينية مرات لا حصر لها على التدخل الإيراني في شؤونها، وأدانت في مؤتمرات صحفية كثيرة دعم إيران للعناصر الإرهابية داخل المملكة. وقد ساندت العديد من الدول العربية مملكة البحرين في موقفها الرافض للممارسات الإيرانية والداعم للجماعات الإرهابية داخل المملكة. الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين في الفترة الأخيرة، ويقف وقفة واحدة صلبة ضد هذه الأمور، فما يهدد مملكة البحرين هو يهدد كل دولة من دول المجلس. لم يتوقف الأمر عند البحرين، فمنذ العام 2011 أعلنت أكثر من دولة عربية ضبط خلايا تجسس إيرانية على أراضيها، وقدم عناصر تلك الخلايا للمحاكمات وسط صمت رسمي إيراني أو إشارات إعلامية تتجاهل الخبر أو تنفيه. في العام 2012 كشف مسؤولون يمنيون عن أن قوات الأمن اليمنية أوقفت 6 خلايا تجسس إيرانية مرتبطة بمركز قيادة ويشرف عليها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني يشرف على عمليات الخلايا في اليمن والقرن الأفريقي. وهو الأمر الذي جعل الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي يخاطب الإيرانيين في يوليو من نفس العام قائلا للإيرانيين: اتركوا اليمن وشأنه. لكن الأمور تغيرت بعد عامين، حين اقتحم مسلح الحوثي العاصمة اليمنية صنعاء أواخر العام 2014 في انقلاب مسلح على الحكومة، واستولوا على مؤسسات الدولة. وفي خضم تلك الأحداث أطلق المسلحون الحوثيون سراح أعوانهم من المدانين بتهم تهريب الأسلحة وكذا المتهمين في قضايا تجسس لصالح إيران.
بهذا كانت استراتيجية إيران في زرع خلايا تجسس وتخريب تابعة لها قد آتى ثماره ولو مرحليا في اليمن. لم تكن بقية دول الخليج بعيدة عن مرمى إيران، فقد واصلت طهران استهداف دول عربية أخرى بزرع خلايا تجسس وتجنيد العناصر المسلحة وإنشاء ميليشيات تدين بالولاء لها. ففي العام 2010 استدعت البحرين والكويت سفيريهما من طهران بسبب كشف شبكات تجسس إيرانية. وقد أعلنت الكويت آنذاك أن شبكات التجسس الإيرانية قد قامت بتصوير المنشآت العسكرية الكويتية وسلمتها إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية. كشفت التحقيقات آنذاك عن أن الملحق السياسي ظهرابي عمل على تجنيد أعضاء الشبكات بالتعاون مع بعض الشركات التي تتغطى بأعمال السياحة في الكويت والخليج، وقد تم إرسال بعض أعضاء هذه الشبكات للتدريب في إيران وبعض دول الجوار. في الأول من سبتمبر عام 2015 تفجرت في الكويت ما عرف بخلية العبدلي. 26 متهما أوقفتهم السلطات الكويتية بتهمة تشكيل خلية للتجسس والتخابر لصالح إيران وميليشيا حزب الله، وتجميع وحيازة مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وأجهزة تنصت بقصد ارتكاب جرائم. أثارت قضية خلية العبدلي جدلا كبيرا في المجتمع الكويتي، حيث جاءت بعد توالي تصريحات إيجابية من جانب المسؤولين الإيرانيين. سرعان ما كشف ضبط تلك الخلية زيفها. لم تتوقف أنشطة شبكات التجسس الإيرانية في الكويت على نقل معلومات استخباراتية إلى طهران، بل قامت بتنفيذ العديد من أعمال العنف في الدولة الخليجية، مثل محاولة تفجير الطائرة الجابرية واستهداف المدنيين والآمنين في الشوارع بحسب اعتراف أتباع إيران أنفسهم. يسيطر التوتر الدائم على علاقات الإمارات بإيران، فالأخيرة تحتل جزرا عربية إماراتية منذ سبعينات القرن الماضي، وهو ملف طالما أثار التوتر في العلاقات بين البلدين. لكن قضية الجزر الإماراتية المحتلة ليست السبب الوحيد للتوتر بين البلدين، فإيران لم تستثني الإمارات من أنشطتها التجسسية على غرار ما فعلت في دول خليجية أخرى. في منتصف يناير عام 2013 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بالسجن 7 سنوات على المتهم سالم موسى فيروز خميس إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية هي دولة إيران. كان المتهم بحسب تحقيقات الأجهزة الأمنية قد تخابر مع ضباط استخبارات إيرانيين في مقر القنصلية الإيرانية وزودهم بمعلومات استخباراتية ومستندات تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة الإماراتية وأماكن وجودها وتمركزها، كما قام بتجنيد ضابط بالقوات المسلحة لنفس الغرض. استهدفت المملكة العربية السعودية أيضا بخلايا التجسس الإيرانية. ففي 21 من مارس عام 2013 أعلنت السلطات السعودية القبض على خلية تجسس تضم 10 أشخاص على صلة بإيران. قبل ذلك كانت السلطات السعودية اعتقلت في 19 من مارس من نفس العام 18 شخصا، من بينهم لبناني وإيراني، بتهمة الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وقد عانت السلطات السعودية جراء شبكات التجسس والخلايا الإيرانية والتي قامت بعمليات إرهابية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى
على غرار ما جرى في موسم الحج عام 1989، عندما قامت عناصر مدعومة من إيران بتنفيذ تفجيرات إرهابية أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا. لم تكن خلية سامي شهاب التي كشفت في مصر هي الوحيدة، فلم تكن تلك الدولة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعيدة عن الاستهداف بأعمال التخريب وزرع شبكات التجسس. في العام 2005 اتهمت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، اتهمت الحرس الثوري الإيراني بتجنيد محمود دبوس المواطن المصري من مدينة السويس لإرسال معلومات عن مصر والسعودية والإعداد للقيام بعمليات تخريبية في كلا البلدين. وقد تم تجنيد المواطن المصري من خلال محمد رضا حسين دوست الموظف الإداري بمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة. كان النظام في طهران معادي بشكل واضح وسافر للحكومة المصرية، بشكل جعل مصر متحفزة على الدوام لأي نشاط معادي ضدها. في العام 2011 استغلت إيران حالة الفراغ الأمنية التي دخلت فيها مصر عقب الثورة، فاستمرت في محاولات زرع شبكات التجسس إلى أن ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على الدبلوماسي الإيراني قاسم الحسيني بتهمة التورط في شبكة تجسس. كان الدبلوماسي الإيراني يعمل ضمن البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالقاهرة ويقوم بجمع معلومات استخباراتية تتعلق بمصر وأيضا الساحة العربية، خاصة الأوضاع بدول الخليج عن طريق زرع بعض العملاء. كان تكرار الكشف عن دبلوماسيين يمتهنون التجسس سببا لأن تشكو عدة دول عربية من بينها مصر والكويت أن السفارات الإيرانية في الدول العربية هي في الأصل أوكار للتجسس وإيواء الجواسيس وتجنيد العملاء لصالح إيران. يقول مراقبون وخبراء في الاستراتيجيات إن المواجهات بين الدول لم تعد تعتمد على الحروب المباشرة، بل أن الدول الاستعمارية تحاول دوما تطوير أساليبها لاختراق الدول المستهدفة. من هنا كان لجوء إيران لشبكات واسعة من الجواسيس لاختراق المجتمعات العربية واستهداف أمنها واستقرارها وتجنيد مزيد من الأتباع الذين يدينون بالولاء العقدي والسياسي لطهران، تحدي يراه خبراء الاستراتيجية كبير ويحتم على الدول العربية بذل مزيد من الجهود للتصدي لزحف جواسيس إيران، بل واستخدام ذات الوسائل لاختراق نظام الملالي وقطع أذرعه وتحجيم خطره إلى داخل حدود إيران.